السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. حبيبات ديالي، اليوم جيت لكم بواحد الوصفة هائلة لهذا الصيف، واحد تشيز كيك بالأناناس غزال كيحمق. إلا بغيتو تعرفوا المقادير ديال هاد الكيك وطريقة التحضير ديالو، ما عليكم إلا تدخلوا الفيديو ديالي وترافقوني أثناء الإنجاز ديالو. غادي نمروا اعزائي عزيزاتي المقادير ديال التشيز كيك ديالنا بالاناناس والقشده الطريه. كنحتاج فيه الى 120 غرام ديال البسكوي ماريا. انا استعملت هذا النوع من البسكوي ديال الشوفان البنيه، ناقصه سكر. عندي 40 غرام ديال الزبده المذابه، عندي 4 اوراق جيلاتين في الزقين في الماء بارد، ووحده مازال عاد نستعملها من بعد، واحد الساشي ديال الفانيلا وفانيلا سائلة، عندي ملون أصفر، عندي الروح ديال الأناناس، عندي 200 مليلتر ديال العصير ديال الأناناس، داك الماء اللي كيجي سيغو اللي كيجي مصبر فيه الأناناس 200 مليلتر، عندي 360 غرام ديال الأناناس مصبر، وعندي 200 مليلتر ديال القشدة الطرية. أنا عندي هنا 400 مليلتر، غادي ناخذ منها غير 200 مليلتر. أغلبية كندير عيني ميزانية البنات. اذا الان غادي نمروا لطريقه استعمال او تحضير الكيكه تشيز كيك ديال الاناناس. اول شيء غادي نقوم به هو انني غادي نخلط الزبده ديالي مع هاد الطوسطاده. خلطها مزيان، بعد ما خلطت عزيزتي الطوسطه ديالنا مع الزبده، الان غادي نحاول نبسطها في المول ديالي نديرها تبرد. هاد المول كتقدمي فيه الا دعي انك ديري الكاغيط ولا كيتحط فيه تشيز كيك ديالنا. ديكيه مزيان يعني، خليه نبسطيه مزيان يعني باش يتناسق مع بعضياته. الان عزيزتي الاناناس ديالي غادي نردو فوق النار يسخن شويه، وغادي نعصر فيه هاد الجيلاتين، وغادي ندير فيه شويه ديال الروح ديال الاناناس وشويه ديال واحد لافانيا. تشيز كيك ساهل وماهل، ما كيكلفناش بزاف،
اذا انتم شفتوا شحال درت ديال داك الروح غير شويه. بحيث ديروا الاناناس الطبيعي يعني الخضر بلا ما ديروا هذا الروح. يعني كيكون عندكم اناناس مازال طريه الروح غادي ديروه غير في السيرو ديالو كيبدا يغلي غادي نضربي فيه الجيلاتين وصافي ونخليه جانبا يبرد حتى نخلطو مع القشده. نسيت اتاي اتاي ديالي صايبو وندكو. اذا بدا الاناناس ديالي في الغليان وغادي نعصر هاد الاربع الوريقات ديال الجيلاتين البنات. نحيدو كاع الماء وغادي نرميه هنا باش يذوب. الان انا عبرت درت 300 مليلتر ديال القشده لان غادي تجلس غير دي عليا. نتوما البنات شريو من الاول 200 احسن. دابا غادي نديرها لادو صافي داكشي غادي يشيط ليه. درتها في الثلاجه حتى بردات في الكونجيلاتور وكذلك مثال بردت هاد العصير ديال هادو ديال الماكينه باش يكونوا باردين. يلا بسم الله ما شاء الله غادي نخوي فيها واحد المعلقه ديال الفانيلا وغادي نبدا نضرب. اذا معلقه صغيره ديال الفانيلا تكون عامره وغادي نبدا نخدم. الان عزيزتي اعزائي غادي نخلط الاناناس ديالي مع القشده ديالي شويه بشويه وانا كندخل الاناناس. بغيتو تضربوه زيدوا تضربوا مع الكريمه يمكن لكم. غادي نخلط مزيان اذا غندخل كلشي الاناناس ونرجع لكم. الان عزيزتي اعزائي غادي نخوي لاكريم ديالي بعد ما خلطتها مع الاناناس. وغندخلها للكونجيلاتور نغطيها بالسيلوفان او فيل اليمونتير وندخلها الكونجيلاتور تكلاصا حتى تشد مزيان. عاد ندير فوق منها السيغو. يلا حبيباتي وانتوما معايا. والان اعزائي عزيزاتي غادي نمروا للسيغو ديالنا كيف غادي نديروا نحضروه.
درت فيه شويه واحد معلقه ديال الكولوران اصفر ونص راس معلقه صغيره ديال معلقه بكولوران صغيره ماشي كبيره باش تعطينا اللون الاصفر. ودرت فيه سميتو راس معلقه صغيره ديال داك الروح ديال الاناناس. ما كنزيدو حتى شي سكر البنات ما حتى شي حاجه صافي. كنخليوه يبدا يغلي ونرميو فيه الجيلاتين ونخليوه حتى يبرد عاد نضيفوه للطارطه ديالنا التشيز كيك ديالنا. اوكي دابا نخليه يذوب يغلي حتى يوصل للغليان ونرمي فيه دوك الاوراق ديال الجيلاتين. هنا عندي ورقه ونصف زدت واحد ماشي نصف ربع زدت غير ربع باش يجمد لي مزيان داك السيرو ما يجيناش جاري. هنا نزيد فيه غير هادي هادي اللي زدتها فيها صغيره ربع يعني ورقه وربع. انا عزيزتي بعد ما بردنا التشيز كيك ديالنا لا كريم ديالنا قصحت شويه غادي نزينو بهذا الاناناس. نتوما تختاروا التزيين اللي بغيتو انا غادي نلوها هكا وغادي نخوي داك الجيلاتين اللي درت. شويه يبرد وغنديرو في الكونجيلاتور حتى تكونجلا لينا وديك الساعة نقدموه. وها هو التشيز كيك ديالنا وجد البنات. اعزائي الكرام تمنينا الاعجاب ديالكم ورضاكم ويمكن لكم تقدموه في هذا الصيف للاحباب والعربات واللي مثل ما بغيتو. هي تحليه رائعه جدا بالاناناس ما حلوهش بزاف وكريمي تبارك الله غزاله غزاله بسم الله. المذاق ديال الاناناس كيحمق مع الكريمه. اذا حبيباتي كلشي تلقاوه المقادير ديال الكيك ديالنا تلقاوه في صندوق الوصف ورابط الفيديو كذلك تلقاوه في صندوق الوصف. وما عليكم غير ديروا لنا لي لايك وتسبسكريو عندنا في القناه ديالنا والف مرحبا بكم عندنا. ونتمنى نكون خفاف وظراف عليكم وبهذا نقول لكم حبيباتي واعزائي مع السلامه.